محاكاة اليمنية التي رافقت المرحلة الماضية منذ حوالي عقدين من الزمن أو أكثر أو أقل، هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. مع الأسف أخفقت النخبة السياسية مع الأسف في اليمن، وأعطت فرصة لهذه الميليشيا أن تتحكم في رقاب الشعب اليمني وأن تنقلب على مؤسسات الدولة. ثم حصلت هناك ظل كثير من الناس يسحب هذه المناكفات على ظهره وظلت مستمرة معنا. هناك انسجام بين أعضاء المجلس الحمد لله، ويحملون مسؤولية وطنية، وهذه مسؤولية تاريخية يدركوها أعضاء المجلس، أنها مسؤولية تاريخية، وأن أي إخفاق أنه النهاية بالنسبة للشخص الذي يحاول أن يسلك مسالك أخرى. وهناك انسجام أيضا، أنا أطمئنك. طبعا ليس بالضرورة أن نكون قالب واحد في الرؤية، ولا يوجد هذا منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لكن يعني وجهات نظر مختلفة نتفق تحت رأي الإجماع، وهم يعلمون كلامي هذا ويعلمه أبناء الشعب. بقاء هذه الميليشيا هو في الحرب وليس لها بقاء في السلام. أنا أتحدى الآن الحوثي أن يفتح الطرقات البيضاء من مأرب صرواح صنعاء، من مأرب الفرضة هنا صنعاء، افتح للمواطنين حتى يخرجوا ويشموا الهواء، وأنا على أتم الاستعداد لفتحها مع إخواني في المجلس ومع الحكومة ومع الجهات المعنية تماما، ونترك المغالطة على الآخرين، والآخرين أصبحوا يفهموننا تماما. نحن بحاجة إلى أن نسلك المسالك الفعلية والواقعية لتحقيق السلام الحقيقي، وليس السلام الكاذب، وليس السلام الذي يبقي الميليشيا في راحتها تحت ظل المدفعية وتحت ظل السلاح. نحن نريد طيب سلام يعيد اليمن دولته ومكانته وكرامته. هو موضوع الكهرباء، أنا بذلت كل ما في وسعي في 2016 و17 و18 عبر عدد من الخيرين من أبناء اليمن المحايدين والذين ليس لهم دخل في المعركة، وحاولنا أن نوصل الكهرباء إلى فرضة نهم حتى توصل إلى صنعاء، ولكن الحوثيين رفضوا. وأقول الآن وعلى مرأى مسمع من العالم، أتحدى الحوثي أن يقبل بدخول الكهرباء من مأرب، وأنا على أتم الاستعداد لأن أوصلها إلى مشارف حدود مأرب الجغرافية الإدارية بكل وضوح، وأتحداه أن يقبل بها لتدخل إلى صنعاء وإلى المناطق الأخرى بكل وضوح. والغاز الآن يورد، اسمح لي، والغاز الآن يورد إلى كل منطقة بما فيها صعدة، بما فيها حجة، بما فيها الحديدة، بما فيها صنعاء، كل محافظات الجمهورية وفقا للتوزيع منذ عشرات السنين، والإمارات والأشقاء الذين سيقومون بالدعم في هذا الجانب. والقضية قضية إجراءات لديهم، يستكملون إجراءاتهم ونحن نستكمل إجراءاتنا من جانبنا، وستتم بإذن الله تعالى. العربية المتحدة إلى الآن تقف إلى جانبنا وتساندنا جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، وأنا مسؤول عن كلامي هذا.